مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم صدى الأقلام، والذي نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في عربي 21، أسعار النفط تواصل السقوط الحر، وخام برنت يهبط مجددا 16%. في القدس العربي، استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني. في بلومبرج، كورونا عزز من بحث الدول عن تحقيق الأمن الغذائي على حساب العولمة. في العرب اللندنية، محتجو لبنان يستأنفون حراكهم على وقع أزمة كورونا. في الزمان، التربية تهدد بإلغاء مؤسسات أهلية بسبب النتائج الدراسية. في كتابات، المحاصصة تطل برأسها من حقيبة الكاظم الوزارية. وفي نيويورك تايمز، الهند تستغل وباء كورونا لاضطهاد الصحفيين وشيطنة المسلمين. ومن زاوية العناوين ننتقل وإياكم إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بمقال الكاتب جهاد بشير منشور في صحيفة البصائر تحت عنوان حكومة جديدة بين تعقيدات وأنقاض. كتب جهاد يقول: مما بات معلوما بالضرورة أن القضية العراقية وعلى مدى 17 سنة تعززت فيها العديد من القواعد والحقائق في ميدان العمل السياسي، ولعل الحقيقة الكبرى في هذا الشأن تنص على أن أي حكومة تقوم ضمن محددات العملية السياسية بأنماطها وأطرها التي تشكلت في ظل احتلال أمريكي، يجري تحديثها مرحليا في ظل الاحتلال الإيراني. لن يكتب لها كل هذه الأنظمة السياسية، لن يكتب لها غير الفشل تماما، ولن تصدر عنها مخرجات ذات اعتبار تؤهلها لتنتسب إلى العراق، فضلا عن قياداتها له سياسيا واقتصاديا وأمنيا. المزيد في سياق المادة الصوتية الآتية. اللافت للنظر أن العملية السياسية قبل ثورة تشرين ليست كما هي عليه بعدها، فالمظاهرات التي أسقطت حكومة الاحتلال السابعة لا تزال تحافظ على هذا المكسب، ليس بسبب ثقل ميداني ضعف مؤخراً بفعل الظروف الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، وإنما بسبب الوهن الذي أصاب النخبة السياسية نفسها نتيجة ضربة ثورية شبه قاصمة كشفت ضحالة العلاقات بين مكونات المنظومة الحاكمة في العراق، وأخرج حقيقة كل حزب وتكتل عن طوره، فأخذ يتخبط فاضحا نفسه أكثر من أي وقت سلف. وحتى الآن تبدو القوى المتحكمة في المشهد السياسي العراقي محبطة نوعا ما في تحقيق ما ترجوه للعبور نحو مرحلة أخرى، فالوكلاء عاجزون عن التأقلم مع مناورات الشريكين المتشاكسين واشنطن وطهران، ولا يتقن حزب أو كتلة سياسية فن اللعب في ميدانهما كما تقتضيه سياسة التخادم وسبل تحقيق المصالح المشتركة، فهما يريدان أن تكون الحكومة وتشكيلها على غير ما سبق، وذلك باتساق نظام المحاصصة كما هو متفق عليه سلفا، ولكن بصيغة يتم بها إيهام الرأي العام والجماهير. يتابع جهاد بشير المشهد العراقي مقبل على مشكلات عديدة وتعقيدات تزيد من فوضويته وتوسع من مساحات الفشل ومواضع الإخفاقات على كافة المستويات، ومن هنا ربما يكون الخيار القادم لدى القوى السياسية هو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال بحسب صحيفة البصائر. العراق القادم لمن؟ مقال في صحيفة العرب اللندنية، وجاء في مطلعه: العراق القادم لشعب أبي ذكي زكي شجاع، سوف ينهض مجددا من غفوته الكورونية اللعينة
عن قريب ليكنس الوطن مما علق به من زعانف وجراثيم، فهذه فرصته الأخيرة ولن تتكرر. مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي، نتابع المزيد في سياق المادة الآتية. ففيما يخص البيت الشيعي، هناك خلاف ساخن بين جماعة هادي العامري التي تريد جهاز المخابرات والأمن القومي ضمن حصصها وهو لا يريد، مع ضغوط شديدة تمارسها عليه أطراف شيعية أخرى مهمة وفاعلة ومؤثرة وموالية لنظام الولي الفقيه. وعلى الجانب السني، يواجه الكاظمي مطالب تعجيزية من المجاميع السنية المتسابقة على حصص الطائفة في الحكومة، مع تهديدات مبطنة أحياناً وصريحة أحياناً أخرى بالويل والثبور وعظائم الأمور إن لم يلتزم باحترام تلك الحصص. أما رئاسات جمهورية كردستان فمتمسكة بقوة وعناد بشروطها المشددة، وعلى وقع هذه المعارك لا يبقى أمل في تشكيل قريب لحكومة يريد منها الكاظمي أن تكون كفوءة ونزيهة وتلبي بعض مطالب المتظاهرين إن كان صادقاً في تغريداته ونواياه. وبناءً على كل ما تقدم، لم يعد أمامه سوى خيارين لا ثالث لهما، إما أن يرضى بأن يكون شاهد زور وشيطاناً أخرس وعبداً مأموراً ورئيس وزراء منزوع الدسم والصلاحية، وإما أن يعتذر كما اعتذر من كان قبله ومن كان قبله وقبله ليريح نفسه. يتابع الكاتب أن هذا ما دفع إياد علاوي إلى مهاجمة العملية السياسية كلها، بعد أن شرب من حليبها إلى أن ارتوى وشبع، فقد ارتدى ثوب البشير النذير، قائلا في تغريدة له على موقع تويتر: نخشى أن يكون تقاسم المواقع مقدمة لإهمال تمثيل النقابات والاتحادات المهنية وتجاهل مطالب المتظاهرين الذين بذلوا أرواحهم من أجل تحقيق الإصلاح الشامل. إلى المقال الثالث، وجاء في مطلعه وهو المنشور في صحيفة الزمان: ما حدث يوم الاثنين الماضي كان وبامتياز حدثا تاريخيا لم يسبق حدوثه منذ نشأة الصناعة النفطية، ولا يمكن مقارنتها بأي مثيل لها. حول أسعار النفط كتب عصام الجلبي مقالا، نتابع المزيد منه في سياق المادة الآتية. الحديث هو حصراً عن النفط الأمريكي WTI لعقود شهر أيار فقط، وعلى القارئ عدم الاستغراب عندما يرى اليوم أسعاراً موجبة لذلك النفط، والذي نعتقد أنه سيتعرض أيضاً لانخفاض تدريجي لبقاء الأسباب الموجبة ذاتها. إن استهلاك ذلك النفط هو حصراً داخل الولايات المتحدة ولا يصدر للخارج، ومنشآت إنتاجه مرتبطة بأنابيب وخزانات في مصافي النفط. أما مدى تأثر الإيرادات النفطية العراقية المتوقعة بضوء الواقع الحالي للأسواق والأسعار ونتيجة الالتزام بقرار الأوبك، فسيكون ذلك كارثياً على العراق وبشكل قد لا يتوقعه الكثيرون، وسيكون العجز في موازنة العراق لعام 2020 يفوق ما حدث منذ تأسيس الدولة العراقية، وسنتطرق إلى ذلك في مجال آخر. ومما يثير الألم والاستغراب هو عدم قيام السلطات العراقية بأي إجراءات تقشفية أو تنظيمية، واستمرار البذخ والتهور في دفع رواتب لغير مستحقيها، واستلام كبار المسؤولين مبالغ مخصصات عالية، واستلام آخرين لأكثر من راتب وغير ذلك. يتابع الكاتب عصام الجلبي قائلا: إن تدهور أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا هو ليس من مصلحة النفط الصخري الأمريكي، كما أن ما حدث أمس يعني تعرض العديد من الشركات الأمريكية ومالكي الآبار الصغار للإغلاق، لإغلاق منشآتهم وربما كذلك لإعلان إفلاسهم. الآن إلى مقال منشور في صحيفة لوموند الفرنسية، وجاء فيه تقرير تحدث عن كشف الجائحة العالمية كورونا عن الاتجاهات الجيوسياسية القائمة وتسريع وتيرتها من خلال دعم الطموحات الصينية وتراجع القوى الأمريكية وتعرية فشل الحركة العولمية في العالم. إن تحديد وقت نهاية الأزمة غير ممكن في الوقت الراهن،
لكن هذا الوباء ينتشر في العالم منذ زهاء 3 أشهر، ولأن يعد الحكم النهائي على تشكلات خريطة العالم الجديد عالم ما بعد كوفيد-19 ضرباً من التسرع وتسليطاً للأحكام المسبقة، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة لا يخفي كشف بعض المعالم ويكشف عن تسارع وحشي لاتجاهات القوى العالمية التي كانت ناشطة بالفعل قبل الأزمة. إن وصول دونالد ترامب إلى السلطة في عام 2017 ورفع شعار أمريكا أولاً أشار إلى أن الولايات المتحدة ستولي اهتماماً أكبر إلى شؤونها فقط، وبالفعل عند تفشي الفيروس في خضم الحملة الرئاسية في 22 نوفمبر وما ترتب عنه من كارثة اقتصادية، أدار الرئيس الأمريكي ظهره لأوروبا ولم يستجب للأصوات المنادية بالتعاون الدولي، فعلى عكس الرئيس أوباما الذي شارك في مكافحة فيروس إيبولا في عام 2014 قرر ترامب تعليق المساهمة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية. كما أشارت الصحيفة إلى أن الأزمة كشفت انحلال النموذج الاجتماعي والسياسي الأمريكي، حيث يوجد 22 مليون عاطل عن العمل ولا يتمتع جلهم بتأمين صحي، بالإضافة إلى الخلافات داخل البيت الأبيض ناهيك عن رئيس في صراع مفتوح مع الحكام. في الحقيقة اهتزت مكانة أمريكا وصورتها الدولية بشكل مروع. وبيّنت صحيفة لوموند في ختام تقريرها أن الحياة بعد الأزمة ستكون مدعومة بالتحكم الرقمي لضمان أمن الأفراد، فيتركز دور عمالقة الإنترنت وتأثيرهم على الحياة الاقتصادية على غرار الدور الريادي الذي اطلع به جوزيف بيزوس رئيس أمازون ومؤسسة بيل غيتس في حماية صحة العالم النامي. أيضا مع الصحف الغربية لازلنا متواصلين أعزائنا المشاهدين، الآن إلى صحيفة بلومبرغ التي نشرت تقريرا صحفيا قالت فيه إن تخزين المواد الغذائية وحبس الناس أثار عددا من الأسئلة حول مصدر الطعام في مختلف دول العالم، خاصة الخبز، فعندما يدور حوار حوله يتحول إلى موضوع سياسي مشحون. فمنذ الثورة الفرنسية إلى الربيع العربي كانت زيادة الأسعار ونقص الغذاء سبباً في النزاعات والإطاحة بالزعماء، وأيضاً تسببت كذلك بتغيير العديد من الأنظمة على امتداد الخريطة السياسية في العالم أجمع. المزيد في سياق المادة الآتية. في مخاض وباء يحدث مرة في كل قرن، فإن عناوين الأخبار في عدد من الدول الغربية تصرخ حول الرفوف الفارغة في المتاجر وحالة الفزع التي انتابت الناس لشراء المواد الغذائية بكميات كبيرة، وقررت دول فقيرة مثل أوكرانيا التي تعد سلة غذاء الحد من تصدير القمح، وكذا منعت فيتنام التي تعتبر ثالث مصدر للأرز في العالم تصديره، ولم يترك فيروس كورونا أثره على إرباك شبكة الإمداد فحسب، بل عاد النقاش حول الاكتفاء الذاتي المشوب بنزعة قومية. وقامت 10 دول على الأقل بفرض قيود على مبيعات القمح والأرز من منتصف آذار مارس بحسب المعهد الدولي لأبحاث سياسة الغذاء في واشنطن. ومع أن هذه القرارات قد تكون مؤقتة، إلا أن الوباء كان بمثابة صيحة إنذار للحكومات. وكما يقول جوزيف غوبلر من المعهد نفسه، يعتبر الطعام موضوعا مثيرا للمشاعر عندما لا يتوفر منه ما يكفي. جاء في تقرير صحيفة بلومبرغ أيضا، وحتى بالنسبة للدول المطورة التي تعتمد على القمح والأرز مثل سنغافورة وبريطانيا، فقد باتت المشكلة ملحة سياسيا. ويقول تيم بنتون مدير المخاطر البارزة في تشاتام هاوس، يقول إن الثراء لم يعد يضمن تلك القدرة على توفير ما يحتاجه الكثير من الناس في مختلف الأسواق بجميع دول العالم. الآن إلى المقال الأخير ومنشور في صحيفة نيويورك تايمز، وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان في الهند هناك وباء التحيز والاضطهاد، للكاتب سيدهارت فرادارجان محرر صحيفة هندو، الذي قال فيه إن اندلاع فيروس كورونا المستجد ساعد على انتعاش مشاعر العداء للمسلمين والنزاعات
الديكتاتورية في الهند. المزيد في المادة الآتية. إن الهند وعلى مدى عقود تبنت الكثير من المثل التي تعبر عن الليبرالية الديمقراطية، لكن منذ انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه بهارتيا جاناتا لاحظنا تراجعا مذهلا في حكم القانون والحقوق المدنية والسياسية وإطلاق العلان للتعصب ضد الأقلية. وقال إن معظم الإعلام الهندي وللأسف كان متواطئا مع حزب بهارتيا جاناتا وهجومه على القيم الديمقراطية، إما من خلال نشر رواية مودي وحزبه أو ممارسة الرقابة الذاتية حتى ينجو من العقاب. إن المؤسسة الحاكمة الراضية عن الحملات الدعائية ضد المسلمين بدأت مباشرة مع قطاع من الإعلام بحملة شيطنة ضد جماعة الدعوة والتبليغ، واستهدفت المدارس الدينية والمساجد، وتطورت الحملة بشكل سريع إلى هجمات خبيثة وواسعة عبر منصات التواصل وأصوات تدعم هاشتاغ كورونا جهاد. ولم يقتصر الأمر على العالم الافتراضي، بل انتقل إلى العالم الحقيقي، حيث قامت جماعات الفيجيلينتي أو المتحمسين المتعصبين بمهاجمة المسلمين في أوتار باراديش ومناطق أخرى من الهند، وفرضوا مقاطعة على أصحاب المحلات المسلمين. وأضافت صحيفة نيويورك تايمز: لقد مات طفلان مسلمان نتيجة رفض مستشفى في الهند معالجة والدتيهما. وأعلن مستشفى للسرطان كذلك أنه لن يستقبل مرضى مسلمين ما لم يحضروا شهادة خلوهم من فيروس كورونا. أظهرت دراسة جديدة أن الغابات الناضجة تمتص ثاني أكسيد الكربون بشكل أقل بكثير مما كان يعتقد سابقا، مما يشير إلى ضرورة مراجعة النماذج المعتمدة حاليا التي تعد الغابات خزانا للتخلص من نسبة مهمة من هذا الغاز المسبب للاحترار. ويوصف ثاني أكسيد الكربون أحيانا بأنه غذاء النباتات لأنه المكون الرئيس في عملية التمثيل الضوئي للنبات. ومع زيادة تركيز هذا الغاز في الغلاف الجوي بشكل مضطرد بسبب انبعاثات الإنسان، وجد العلماء أدلة وافرة على زيادة التمثيل الضوئي لدى النباتات التي تستخدم الكربون الإضافي الذي تحصل عليه للنمو بشكل أسرع. ومع ذلك يتساءل العلماء منذ فترة طويلة عما إذا كانت الأشجار المعمرة قادرة فعلا على الاستفادة من التمثيل الضوئي الإضافي للنمو. نلقي وإياكم نظرة على كاريكاتير اليوم. وصلنا إلى نهاية صدى الأقلام، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.